بتكذب علي يا ابن ايزك، لك علي عم تكذب. لك ايه عم كذب عليك؟ مشان ما تتعدى بخطية واحد تاب لالله يا خطاب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ابو ماضي تغير كتير خطاب، بس بيضل اسمه قاتل اخي. بالغلط خطاب، بالغلط. هو شو بده باخوك ليقتلو؟ اللي لك هلا قتلو ولا ما قتلو؟ قتلو. ايه خلصنا لك، لا بقى تدافع عنه. اسمع شو بعت لك ابو ماضي. ما بدي اسمع بسيرته يا اخي. لا بدك تسمع. طلب مني تروح تتجوز اخته مشان تدير بالك عليها وعلى امه، لانه هو بده يسلم روحه لها. كان بده يعطيني فرده لاعطيك اياه مشان توافق على طلبه. لك ابو ماضي سلمك عرضه لتصونه، لانه عرف مين هو خطاب ابن الزيات. اكتر من هيك ما رح الا خد لي طريق. يا مو، شو كان قصده أخي وقت اللي قال إذا بصير علينا أي شيء روح لبيت أهله لخطاب؟ يمكن بده يسلم حاله للكركون يا مو. يا مو، رح يعدموه؟ ما بعرف يا مو، ما بعرف. ما بيهم عليك يا أخي، ما بيهمه. يا مو، خلينا اليوم نروح لعند بيت اهله لخطاب. الله يخليكي. ليش؟ بدي خلي خطاب يسامحه. كيف؟ يا ما بدي اخي يموت، ما بدي. ولا انا يا ما، ولا انا يا ما. نحن مالنا غيره سند، خليني اشوف خطاب وحاكي، بركي بيحن قلبه عليه. أمريني اختي. إذا بتريد ابن خطاب. إيه على عيني. محمي، في حرمتين واقفين برا بدون ياك. حرمتين؟ إيه. ما أقول لك شو بدهم؟ سلام عليك بس. خلينا نشوف. خير يا أختي؟ مين حضرتكم يا خواني؟ خطاب، أنا سماح. أي زمن، أي حب. شو جابك لهون؟ جايين قاصدينك يا ابني. حب الزهر بيضل. شرفوا أختي، شرفوا. انتو شو اللي جابكن لهون؟ امشوا انقلعوا برا، انقلعوا من بيتي. يلا خالتي اذا سمحتي اطلعوا لبرا. يا حليم افتر شو ما بتمشي نبيها خذي الحليم عم تمشي ما كنت عني هيك عم تفوتي يا لست الثاني. انا الرجال هون بالبيت. انت ما عم تفوتي، انت هدا اخوك. انا الرجال هون بالبيت، بيقدر يفوت على البيت وبيقدر يطلع. ولك يا ريتني متت يا خطاب، يا ريتني متت وما شفت اكيد فايتي بيتي. الله يقصف عقلي. بس ترجع لعقلك. الله يقصف عقلي يا ريت ما شفت حاله. أنا وأخوكي فايتي بيتي يا علاء. هو قال لنا نجي لعندك يا ابني. والله هو شو بقدر ساوي لكم يعني انا خالتي؟
بيطلع بيدك تساوي لنا شيء. شكرا يا خطاب. قومي يا عمر. قومي. يا ميت اهلين وسهلين. ان شاء الله ما تاخذونا. لا تحركوا من هون، جاي. ايه يا اخي مكي، قل لي خطاب شوف لي البيت شو ناقصه وجهز لي اياه من جميعا. البيت جاهز اخي، يعني موني اكل وشرب واللازم منه. تكرم عينك انت بتحمل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين اخي، الله يرضى عليك. والله جيتك هي، لا كانت على البال ولا كانت على الخاطر يا سما. هيك بدو ابو حمدي؟ لك ايه، وهذا السم ما بيموت بسرعه، بيموت على البطيء، المهم ما حدا يحس بشي بنوم. بس انا خايفه كثير. لك شبك يا شفيقه، لا تخافي، المهم انت ما تتحيوني وتروحي تجبيه وتحكي شي شغله، شو ما صار بتنحي وبتتمي بالبيت، سمعتي؟ يلا قوام يلا.